كثير من الاشخاص بيشتكوا ببعض الاحيان من انتفاخ او تورم بالاطراف السفليه او بالبطن او بالوجه، وبيقولوا لك انا ما عندي سمنه، انا عندي تحبس سوائل او تحبس بكميات المياه بالجسم، وبتكون نتيجه شعور بزياده الوزن ووزمات والام اخرى. عن هالموضوع حيكون حديثنا مع دكتور محمد سامر الاغا، اختصاصي بالامراض الداخليه. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه ناخذ من حضرتك شو بنقصد علميا باحتباس السوائل بالجسم. تمام. هلا الحقيقه الانسان تكوينه 60% مي. يعني مثلا اذا في شخص وزنه 70 كيلو فحوالي 42 كيلو منه راح يكونوا مي. هذا المي جوا جسمنا موزع على ثلاث مناطق، في داخل الخلايا تقريبا 60% من هدول 60%، وفي خارج الخلايا تقريبا 25%، وداخل الأوعية 15%. بمعنى هاد كمية من المي الكبيرة تقريبا معظمها جوات الخلايا، داخل الخلايا، في جزء برات الخلايا وبرات الأوعية، وفي جزء داخل الأوعية. هلا نحن لما كنا عم نحكي على السوائل بالجسم، فكل ما كان في عنا صوديوم أكثر، بمعنى ملح أكثر اللي هو كلور الصوديوم، فالصوديوم بحاول يسحب المي من داخل الأوعية لبرات الأوعية. وبالعكس في مادة اسمها الألبومين مشتقة من البروتينات بيصنعها الكبد، هي بالعكس بتحاول تسحب المي من برات الأوعية لداخل الأوعية. تمام. هلا نحن كجسم بنفضل يكون الدم داخل الأوعية والمي داخل الأوعية، ليه؟ لأنه الأوعية بتوصل لنا على الكلية، والكلية فيها تطرحه لبرا عن طريق بول. لذلك نحن إمتى بصير في عنا احتباس سوائل؟ لما إما ناخذ صوديوم كثير فيبلش الصوديوم يسحب لي المي لبرات الاوعيه، فساعتها ما عاد اقدر اوصله على الكليه مشان تعمله بول، او في عندي البومين قليل يعني بروتين قليل، فبالعكس بصير اذا التوازن ما بين الصوديوم الملح اللي عم يسحب لبرا وما بين البروتين الالبومين اللي عم يسحب لجوا، اذا صار بالنتيجه هي زياده الملح او نقص الالبومين، فرح يصير في عنا انه المي رح تطلع برات الاوعيه. هذا رح يخلي السوائل ما تقدر توصل للكليه، وبالتالي ما تقدر الكليه تطرح، هون ممكن يصير الخلل، هون صار في عنا شيء اسمه احتباس سوائل. تمام. أوكي. يعني نرجع لتبسيط كيميائي اكثر، اما ارتشاح او اضمصاص او حلمها، لانه المياه كثير ضروريه بكل العمليات الكيميائيه والحيويه والبيولوجيه. صحيح. اللي بجسم. صحيح. الانسان. طيب انا شو بعمل بحياتي لحتى يصير معي احتباس سوائل؟ ذكرت الملح. تمام. كترة أكل الملح مثلاً. تمام. شو شغلات تانية؟ هلأ نحن عملياً إذا بدنا نقسم الموضوع بالطريقة التالية، لما نقول نحن عنا احتباس سوائل داخل الأوعية فهذا هو الضغط، ارتفاع توتر شرياني، الضغط الأساسي هو احتباس سوائل داخل الأوعية. لما نقول احتباس سوائل خارج الأوعية يعني داخل الخلايا أو خارج الخلايا، فهي هي الوذمات اللي حضرتك فضلت فيها، واللي بحس المريض حاله بلوتين، منتفخ، وزنه عم يزيد. مثلا نضغط الجلد بنحسه، بنحس بانطباع مكانه، عم يصير طبعا أصابع. وأكثر شيء مثلا بقول لك بشلح جراباتي فرضا، بلاقي فيه علام كثير قوي محل المنطقة اللي فيها أي ضغط. فعمليا الحقيقة هذا كلياته بيوحي لنا أنه في عنا شغل اسمها احتباس سوائل وزيادة بالسوائل. هلا نحن أول شيء في عنا يا أما نحن عم نزيد الصوديوم بجسمنا عن طريق زيادة مدخوله الطعامي، طبعا تعرف الأملاح المخللات إلى آخره، يعني يفترض الإنسان ما ياخذ أكثر من 3 جرام صوديوم يوميا يعني أو ملح، يعني تقريبا ملعقة شاي. وبالتالي هي ملعقة شاي موزعة على كل الأكل، يعني مو أنه والله أنا هذا المسمح لي رشه فوق الأكل اكسترا إضافي، لا هذا كل شيء. اثنين، في عنا أدوية الحقيقة كثير وشائع استخدامها بتؤدي لاحتباس الصوديوم جوات الجسم، بيجي على رأس المسكنات. وهي شغلة كثير عم نشوفها، إنه مريض بيجيني والله أنا عم بعمل ريجيم ما عم بنحاف، أنا عم أحس حالي دائما متوزم، دائما وزني زايد، بيطلع والله مثلا عنده شي مشكلة ديسك أو كذا وعم ياخذ له مسكنات، فمضاداتها غير استرويدية بتحبس السوائل بالجسم، وبالتالي بترفع الصوديوم، وبالتالي بتخلي التوازن لمصلحة إنه يصير في عنا وزمات. اثنين، الكورتيزون يلي هو يا اما نحن عم ناخذه من جوا يا اما عم نحرج جسمنا على افرازه من جوا، من عم ناخذه من برا او عم نحرج جسمنا على افرازه من جوا، يعني اذا انت بحاله ستريس على طول سواء بشغلك سواء ببيتك سواء، فانت عم تسمح للكورتيزون انه ينفرز بجسمك، وبالتالي هذا حابس السوائل وحابس الصوديوم، فاجباري بده يصير في عنا احتباس سوائل. ثلاثه، الهرمونات خاصه عند النساء يلي بياخذوا مانعات حمل، يلي بياخذوا هرمونات معيضه الى اخره، فهذا كلياته بيسحب الصوديوم وبالتالي كمان بيعطينا نفس النتيجه. او انه نحن حميتنا الغذائيه بالعكس فقيره بالالبومين، فهذا سوف يؤدي. هلا هون نحن بقى عم نحكي عن شو الشيء الغير مرضي يلي يعني بتصور هو الاكثر شيء لازم نركز عليه، اللي هو انه الشغلات الغير مرضيه يلي المشاهد بيقدر انه يحلها من حاله، بس بقدر يضبطها
يبني. اما انه عندي انا مثلا قصور خليه كبديه، عندي مشكله بالكبد، ما عم اقدر صنع البومين، فهذا صار شيء مرضي، هذا اكيد راح يترافق مع مشاكل ثانيه، تعب وهنعام، مي بالبطن، احتباس مي بطن، حبن بكميات كبيره. اذا كان انا عندي مشكله العلاقه كمان بالقلب، هلا القلب ضروري لحتى يضخ الدم اساسا للكليه، ولا شلون الكليه بدها تخلصنا من السوائل؟ لذلك اي قصور بالعضله القلبيه بترافق كمان مع وزمات واحتباس سوائل داخل الجسم، بس هون بده يكون مع الوزمات في شو له تهدئه نفس، اعراض العلاقه بالقلب. والثلاثه الحقيقه الكليه، اذا كانت الكليه قاصره او الكليه فيها مشكله فساعتها ما رح تقدر انه هي تحفظنا على الطرح للسوائل. فنحن بنقدر نقسم الموضوع اذا بتحب لشيء مرضي وشيء غير ساعتها مرضي. عاده بيكون احتباس السوائل معه مشاكل ثانيه، اما نقص حجم البول أوكي. او انه له تهدئه نفس او انه لوني رقاني، في شيء بوجهني لواحد من الاعضاء الثلاثه المسؤولين اكثر شيء عن توازن. تماما دكتور، اكيد بالاضافه للشيء اللي حضرتك ذكرته وحكيت لنا عنه، اكيد في تقرير ثاني رح نحكي عنه يلي هو بيحكي عن الكثير من الاطعمه اللي بتسبب ضرر لصحة الجسم وبتؤدي لاحتباس الماء فيه بحال تم تناوله بكثرة. رح نتعرف على أبرزها بهالإنفوغراف. يعني مثل ما شفنا دكتور بالإنفوغراف، فعلاً في بعض الأطعمة بتحبس المي بالجسم وبتمنع طرحه. طيب دكتور، ممكن نكون في نحن عم ناخذ أدوية معينة كمان تحبس المي بالجسم؟ نحن بنلاحظ مثلاً اللي عنده مشاكل بالضغط ممكن يكون المي محبوس بجسمه، ليه؟ صحيح. الحقيقة في أحد أدوية ارتفعت دكتور شرياني هو كتير شائع استخدامه اسمه نيفيدبين، هذا واحد من حاصرات الكلس. هذا بيخلي الأوعية زيادة نفوذية للسوائل، فهذا الحقيقة من الأدوية اللي هي نحن بنستخدمها لعلاج الضغط، بس كتير شائع أنه تعمل لنا وزمات وتعمل لنا احتباس سوائل بالجسم. فهو يعني مو أي دواء خافض للضغط بيعمل، لأنه بالعكس نحن عادة أول شيء بنفكر فيه كدواء خافض ضغط هي المدرات، ونحن بنعتبر أن الضغط هو ارتفاع احتباس سوائل داخل الأوعية. تماما. هو بنشوف كمان مثل ما قال الدكتور بياخد حب ضغط بيصير في عنده مدر للبول بشكل سريع خلال صحيح. النهار وخاصة ببعض الأشخاص اللي عندهم هي الحالة. خلينا نحكي عن آلية العلاج المناسبة، الشخص اللي عنده احتباس سوائل شو ممكن نقدم له علاج، وهل ممكن ترجع بعد العلاج يصير في نكسة؟ طبعا هلا نحن مثل ما قلنا اذا كان عندنا شيء اسمه احتباس سوائل بدون امراض ثانيه، فنحن عمليا اذا في مرض ثاني هو اللي ادى احتباس سوائل، مشكله بالكبد او الكليه او القلب، فالعلاج بتوجه اتجاه السبب. اما اذا ما في ولا سبب نهائيا تمام، فنحن بنقول انه هذا المريض عنده احتباس سوائل، اول شيء لازم نتاكد منه. انا بطلب من المريض انه يجمع بوله بانانيب البول أوكي. خلال 24 ساعه. نطلب المريض انه الاول بول الصبح ما يجمعه، يضل يجمع بول هيك طول النهار 24 ساعه، لثاني يوم الصبح بيجمع البول وبيسكر الانينه وبشوف قديش حجم البول، بنفس الوقت بيحسب قديش عم ياخذ سوائل. لذلك يفضل ما كثير يشرب عصائر، ما ياخذ فواكه او خضروات، المهم بس انه يشوف قديش عم يدخل عليه سوائل قديش عم يخرج. اذا لقينا انه اللي عم يدخل اكثر بكثير من عم يخرج، فنحن بنعرف انه هذا المريض فعلا في عنده احتباس سوائل. النقطه الثانيه الحميه، ثم الحميه ثم الحميه، عن المي، عن فن حميه، عن الصوديوم نخففها، عن الملح وكل الشغلات اللي فيها ملح، واهم شيء الحقيقه بلفت نظر للمشروبات الغازيه لانه فيها نسبه عاليه جدا من الصوديوم. صح. وبالاضافه للمخللات والى اخره. اثنين، رفع او زياده من مدخول البروتينات، وبالتالي كمان هذا بيحسن كثير من الموضوع. ثلاثه الحقيقه ممكن نلجا اتجاه المدرات. تماما. هي هون بدها استشاره طبيب اكيد طبعاً. واختصاصي ومراقبه ويمكن تحاليل طبعاً. حتى نور يمكن اذا نحن سهرنا سهره فيها بزورات وموالح ثاني يوم من فوق من في منفخين بعيوننا، بالاضافه مثل ما قلت لك للمشروبات وفيها مشروبات غازيه بيكون اكيد لازم نحاول نبعد عنها قدر الامكان حتى نحافظ على اجسامنا وما نوصل لهي المرحله. ختاما دكتور ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور لك، شكرا كثير لك.